بنتكلم على العروض اللي تعرضت على بواليا الفترة اللي فاتت، يمكن كان في أكتر من عرض، حتى أنا سمعت أنه تقريبا أنه في الترجي كمان التونسي كان يعني محتاجك ليه، وأنت فضلت النادي الأهلي. قول لي إيه الأندية اللي تعرضت على بواليا، وليه فضل النادي الأهلي عن هذه الأندية الأخرى؟ إن الترجي التونسي والترجي، ونعم لا يمكنني أن أنكر أني تلقيت منهم عروض، ولكن ليست هي التي شدت اهتمامي. كانت هناك أيضا فرق كويتية وقطرية ترغب في أن تضمني لصفوف لاعبيها، وبدأت المفاوضات، ولكني يعني أخذت كل الوقت المطلوب والتفاوض مع كبار مسؤولين النادي، وكثيرون حاولوا أن يعني ينصحوني، ولكن أنا قررت أن الكويت هي ليست أفضل اختيار بالنسبة لي، وأخذت أخيرا هذه الخطوة الكبرى في حياتي وهي بالانضمام للأهلي. أكيد هو طبعا من خلال الايجنت ومن خلال وكيل أعماله كان كمان بيناقشوا موضوع النادي الأهلي، إن النادي الأهلي مهتم بيه.